السلام عليكم يا جماعة، خلونا نروح نشوف ايش قاعدة تسوي ميمي. هاي لولي. هاي. وين ميمي؟ هيا في البلكونة. في البلكونة؟ ايش قاعدة تسوي في الحارة هذه؟ هاي ميمي. إصابة. ايش قاعدة تسوي في الحارة هذه والرطوبة هذه؟ حتى الكاميرا صار فيها رطوبة. جادي مزاج اني اتمرجح وتحت. يا والله واضح انك طفشانة وقاعدة بعدها. تعالي تعالي. قال لك اني طفشانة؟ تعالي اسوي لك اجواء واسوي لك حركات وروتين عشتوا عشتوا يا الدلع عشت. اقول يلا قومي بسرعة قدامي. يلا يلا اي امبير. تفضلوا كل واحد ياخذ بيجامة. حنسوي لا 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 لا. كل واحدة الحين تلبس بيجامتها الجديدة وبعدين رح أقول لكم إيش رح نسوي. أوكي أوكي. طبعا انا شفتكم طفشانين وقاعدين كذا وما عندكم شيء تسووه فقلت ليش ما نسوي روتين وادلعكم. الله نلبس البجايم الحلوه. الله الله. نروح نطبخ. أيوة. نروح نسوي موفي نايت. بيت. نلعب ممكن تسوي يعني بتظبطينا اليوم. اليوم حظبطكم نسوي كذا روتين. الله يعافيك وانا كمان. الله يعافيك. وانا كمان حسوي لك مساج مع الشاي. اللي لما تبي ترضى احد تقول له حسوي لك مساج مع الشاي. يا جماعه خلينا نسوي اجواء الاسترخاء. نشغل هذه. الله شايفين كيف مره تعطي اجواء الاسترخاء. الله كمان شغلنا كذا خلفيه بناتيه مره حلوه. ميمي ايش قاعده تسوي؟ واو كيف تكون سهره بنات بدون ما يكون في حاله وتشوكلت وحركات. اكيد اكيد ما نرضاش اصلا تكون سهره بنات بدون حلا وشوكولات. هذه اصلا حلاوه السهره. هذه اساسيات. هذه اساسيات الحلا والاكل والحلويات. طيب يا ميمي اليوم مش حتسوي لنا؟ حسوي لكم حلا بارد بالشوكولاته. يامي يامي. اوكي ميمي. عندنا هنا بسكوت ميري. ايش اسمه اول شيء؟ حلا دقيقه بارد. دقيقه ايش اسمه؟ بسكوت ميري. ايش راح تسمي هذا البسكوت يا ميمي؟ ميري. بسكوت ميري. ميري. سكر نوتيلا او شوكليت اي شوكليت انت تحبوه. فانيلا دريم ويب وكاسترد نشا. اوكي ميمي يلا قولي لي ايش راح نسوي اول خطوه. طبعا اول شيء يا جماعه هذه اول مره اسوي هذه الحلا فالله يستر حيزبط ما حيزبط ما حلاكم اني ويز اصلا. حنجرب. يا جماعه سوينا حلا في سناب قبل يومين. الله لا يوريكم حلا الدماغ. لا وخلتنا ناكل وتقول كيف كيف حلو ولا لا؟ والله لذيذ كان. اوكي وهذه قاعده تعدل شعرها. خلاص خلصتي انت شعرك؟ يلا اللي بنسوي الحلا. طيب يلا اشرحي لنا. راح نسوي اول طبقه حنسويها على النار. راح نحتاج لتر حليب. راح نحتاج كاستر. ملعقتين كاستر. ايوه. 5 ملاعق نشا. اوكي. وشويه فانيلا. شوفوا الارنب كيف قاعد. شايفين القاعده كيف تضحك رجوله؟ حكيت بتطلع ولا لا؟ ولا لا خلاص ما راح اطلعك لانه اليوم يا جماعه هذا الشرير اللي قاعد هنا اكل سلك جوالي. تخيلوا جوالي كان يشحن لقيت الجوال قلت ايش به غريبه ما شحن. اطلع امسك الجوال كذا الاقي السلك نص. تخيلوا اكل السلك. يا الله الحمد لله ما صار له شيء. لولي ايش هذا؟ لون فزاز قاعد اشرب الحليب. يا الله ليش انت للدرجه هذه تحبي الحليب يعني ولا ايش؟ نحرك لما تتكسر يدنا او لما تتقل الكريمة واحد منا. على ايش الحماس هذا كله؟ على ايش الحماس؟ اوه ماي جاد. اوه علبة او ماي جاد. الله والله شكله يجنن. ايوه ليش جايبك مكاسب الحياة؟ راح الحياة. لا يا لولي لا 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 لولي خلينا ناكل. اسمعي خلينا ناكل.
تاكلوا تعشى بعدين تاكلوا نوتيلا اوكي. ورجعنا لكم بعد ما ثقل الخليط. اتوقع انه ما يبين بالكاميرا بس صار زي الكاسترد كذا، شايفين ثقيل مره مره ثقيل. اوكي يا جماعه غلفناه لما يبرد ويصير بحراره الغرفه، بس والله ريحه البيت صارت كذا كاسترد مره لذيذه. من وراكي صراحه والله شك حتى ريحته مره مره حلوه. طيب الحين ايش حتسوي؟ ايش الخطوه اللي بعدها؟ الحين راح نسوي الحليب اللي راح نغمس فيه البسكوت. راح نحتاج حليب فانيلا وسكر. عشان كذا المفروض ما تطبخوا مع اطفال يا جماعه. لولي جبتي العيد ايش هذا؟ اوكي لين راح تحط الحين فانيليا، راح نحط ملعقه كبيره سكر. اوكي يا جماعه شوفوا هنا سوينا دريم ويف، وهنا عندنا الكاستر. الخليط بعد ما برد خلطناه شويه وشوفوا كيف القوام صار كذا. هو المفروض اتوقع يكون اثقل شويه. لا اتوقع انه كويس والله. اوكي يا جماعه شوفوا الخليط كيف صار معانا، اضفنا على دريوي مره مره وريحته تجنن. اوكي يا جماعه هذا البسكوت اللي غمسوه في الحليب. إلين وميمي الحين راح تحطي ميمي الكريمه. خلصنا الحلا يا جماعة زي ما شايفين. مليون مليون وكي حطينا 6 طبقات مرة مرة مرة, مرة كثير. الحين آخر طبقة حنسويها اللي عبارة عن نوتيلا ونخلطها مع القشطة. أيوة راح نسوي طبقة مرة سميكة زي ما شايفين، لأنه حرفيا عبارة عن بسكوت وكريمة فلازم نزود العيار. الشهي بس الطعم بعدين حنشوف بس. لا انا متاكده ان الطعم حيطلع شيء مره ان شاء الله. ان شاء الله والله يا جماعه مره شكله يحمس. طبعا حنحطه الحين في الثلاجه. اقل شيء اسوأ شيء وقت الانتظار. اي أيوة والله المشكله هذا الكيكات دائما طول 3 4 ساعات. بنحطه في الثلاجه ونشوف ايش نقدر نسوي الحين وبعدين نرجع له. اوكي يا جماعه شوفوا احنا وين، بغرفه العنايه وغرفه البنات، غرفه اللون الوردي، غرفه الجمال، غرفه كل شيء. طلعنا غرفتي طبعا اوريكم الثلاجه الجديده اللي جبتها. الله 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 شوفوا مره حلو. طبعا شاركتها معاكم في سناب وريتكم اياها في الانستغرام، سويت عليها ريل فطلع مكانه هنا مره حلو مع الاشياء والعنايه. كمان حتى شعور حلو لما تطلعوا عنايه والكريمات والسيرومات تلاقوها وكلها بارده مره حلو. بونا يا جماعه قاعدين نقضي يوم بناتي كذا مع بعض، فاكيد ما يخلو يوم بناتي بدون الاحساس بالعنايه، وهذا الشيء اللي انا احبها واللي مره تغير في نفسي. اوكي يا جماعه وقت الماسكات. طبعا هذا الدرج اللي احط فيه العنايه وهذه الماسكات اللي عندي. فيلا يا ميمي تعالي نقي لك ماسك للوجه وماسك للرجول وماسك، لا مو كله مو كله لو سمحتي. رجع صديق رجع رجع صديق. اوه هذا اللي يقش الرجول. ايوه او ماي جاد يا جماعه ميمي قاعده تستخدم ماسك زي كذا، شايفين هذا اللي يطلع الرجول كذا فيها جلد ميت وكذا. طبعا مو على طول، بعد يومين 3 ايام يمكن 4 5 ايام راح تصير رجل تتقشر راح تكون مره ناعمه زي رجول البيبي حرفيا. واو حنجربها، انا حجرب هذا الماسك حلبسه على رجلي. وانت ايش حتسوي؟ حسوي ماسك اليد. شو شكله مره كيوت. عندنا ماسكات مره كثير. اتوقع حسوي انا هذا التنظيف العميق بما انه عندي حبوب هذه الفتره، وانا راح اسوي هذا ريليف اللي يعطي كذا استرخاء للوجه ويشيل طبعا هذا ماسك كوري فاي شيء كوري انا يعجبني صراحه. شوفوا ايش جبت لكم. واو ايش هذا؟ طبعا يا جماعه كيف نسوي الشيت ماسك بدون ما نبعد شعرنا عن وجهنا؟ فجبنا هذول الرفطات الكيوت. بس اول حنغسل وجهنا. صح اول شيء رح نغسل وجهنا. Without cares and worn out clothes, doesn't seem so long ago. I'm just sitting here bored at home. الحين راح نسوي الرغوة. شوفوا الكياسات اللي جبتها مرة حلوة. عندي الصابون الرغوي راح نحطه هنا اوكي، وراح نحط موية. يا جماعة شوفوا كيف صار. 1 2 واو طلعتها فوق قلت لي باخذها يا بابا طلعتها فوق. اوكي نقول هذه الرغوة يا جماعة.
البيت بعدين. قاعدين يا جماعة تضربوا على الماسكات. أنا حاخذ هذا حق الحليب. هذا من الحليب. لولو ماسك بالحليب عشان تحب الحليب. قاعدة تلعب بالمكياج وليش قاعدة تسوي؟ ايوه قاعدة العب. طلي فيها اشوفك. واو. وجهزنا المناكير الحين كل واحدة تختار نفسها اللون المناكير اللي تبغاه. يلا لولي. ايش ليش اخترتي اربعة؟ انت كم عندك؟ ما شاء الله. انت ايش هتسوي؟ لا يا لولي ما اتفقنا على كذا، كذا هنطول مرة اسوي لك كل اصبع. انت تبغي كذا؟ ايوه. خلاص اوكي اهم شيء كيف انت بتبغي. اوكي انا اختار هذا اللون الجميل. اوه لون اللافندري مره حلو. وانا قررت اختار هذا اللون. شوفوا هذا اللون اللؤلؤي او الصدفي كمان مره حلو. اللي قاعده تشيل المناكير القديمه بمزيل المكياج. شوفوا كيف خرب. هو مزيل بس مزيل ايش ما يهم. لولي هذا ما يشيل المناكير ترى اللي قاعده تسويه الحين. هذا حق الفيس. والله هذا حق الميك اب بس. انا اللي كنت تسالينه من على طول. ايوه هو يشيل الميك اب بس ما يشيل المناكير. طيب ايش يشيل المناكير؟ الحين اعطيكي هذا هنا. وينه؟ وين راح؟ وين اختفى؟ ايه هذا يا لولي يشيل المناكير. شكرا. او ماي جاد والله انصدمت شال على طول. شوفوا الله هذا مزيل المناكير مره فنان. حتى ميمي تقول انه مره يشيل الميك اب. بس انتبهوا لا تشموه مره ريحته قويه. هذا يا جماعه مزيل المناكير مره قوي مره فنان يشيل لكم مناكير بمسحه واحده. You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. Oh my god, انت شايفين يا جماعة اللي يبرق وجهي بعد الماسك. اوه واو شوفوا كيف، شوفوا اللمعة في الجبهة هنا وفي الخدود صار يلمع. على فكرة ايش رايكم بالمناكير؟ لولي ورينا مناكيرك. الله انا وجهي كله حليب عشان انا حطيت حليب الليل. ايه خلصنا عنايتنا. شوفوا كيف بشرتنا يعني صارت تليق مرايا. والله ما شاء الله حتى ميمي ما شاء الله بشرتك صارت تليق. حتى لولي وسوينا مناكير وحطينا هذه استيكرات عند عيوننا. ايوه انا كمان. انبسطوا ولا لا؟ ما شاء الله. يلا على الفعالية. يلا جاي موفي نايت. موفي نايت. يلا على الفعالية الثانية. يلا. اوكي يا جماعة الحين قررنا انه نقعد ونلعب ونبسط. فميمي وولين جابوا هذه اللعبة اللي اسمها ايش؟ جينجا. اوه واو لولي ايش قاعدة تسوي؟ اتوقع انا قاعدة اسوي كل شيء للعبة. يلا جاهزين؟ انا اول. لا نلعب حجرة ورقة مقص ونشوف من الاول. اوكي؟ واحد اثنين ثلاثة. حجرة ورقة مقص. Oh my god! حجرة ورقة مقص. يلا مرة ثانية. حجرة ورقة مقص. تقرني بيالي. حجرة ورقة مقص. الأولى بعدين انتي. لا خلاص خلاص ميمي خلاص. I know I can't make you mine. Yes I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom. أميرة إيش رأيك نطلق مواهبنا المدفونة ونغني؟ No God please no يلا 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 قومي. أنا دايما جاهزة
ليه مو شغال؟ عبالي شغالة مستعدة وجاهزة. يلا يلا يلا. هاي باربي. هاي باربي. هاي كيت. We wanna go for a ride. Shopping. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Like plastic. It's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination. Life is your creation. Come on Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in a Barbie world. And I would like baby, baby, baby. Oh, like baby, baby, baby. Oh, like baby, baby, baby. No, baby, baby, no. Like baby, baby, baby. Oh, I thought you would always be mine. Want you to know that I never leave you with some Mr. Snowden. That would be freezing. Yeah, you are my home for us. The pressure on. طيب يا جماعه الحين راح نجهز جلسه الموفي نايت. طبعا لازم لما نسوي موفي نايت ايش نجهز؟ سناكات الحلويات والاكل. حنجيب الحلا، حنسوي هوت شوكليت، وحنجيب سناكات وشبسات والحركات. طبعا اكيد الموفي ما يحلى الا بالسناكات والاكل، اكيد اهم شيء. ومن النهارده هذا اللالي يرقص معايا ويسرح على الكرسي. يا جماعه الكل اسرح. خلاص خلاص خلاص، حنتقاسم 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 الرولا بسهده. طبعا المضاربة هذه اللي قاعدة تصير يا جماعة على الرولوس، هذا الرولوس الوحيد اللي لقيناه في الدولاب وقاعدين نتضارب عليه كلنا حرفيا. الله، ميمي بدأت تجهز لنا شيبسات وسناكات. اوه ماي جاد، ليز بالكيمتشي يا جماعة. عارفة انت ايش تحبي. الله عليكي. واو كفو يا بنتي. لين حطت البوبكورن هنا، شايفين؟ تعلمت بنفسها الحين تسويه، بس لسه لازم تزودي كمان. اي خلاص 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 ليلي. وانا حطيت الشوكولاتات هنا هذا الصحن، وحطيت كمان الشيبسات هنا. اوكي يا جماعه هوريكم الحين طريقه مره حلوه تاكلوا فيها الفشار. طبعا طلعوا الفشار لما يكون لسه حار من الميكروويف، وتجيبوا امينيمز وتحطوا امينيمز في قاع الصحن زي ما انتم شايفين كذا. اوكي حطيت الامينيمز هنا، وبعد كذا تجيبوا الفشار وتحطوه حار على الامينيمز. ايش راح يسوي الفشار؟ راح يدوب الامينيمز وراح يكون كذا سايح وكذا شوكولاته سايحه، ويكون مره لذيذ. جربوها الطريقه ثاني مره لما تسوي الفشار، مره طعم. الله يا جماعة جهزنا سناكات الموفي. يلا لولي شاطرة روحي خذيهم واعطيهم هناك على الطاولة. اوكي كفو عليك يا بنتي. كيف بس يا ميمي كيف؟ والله الجو فنان. ضبطت لك اجواء السينما ولا لا؟ شغلت النجوم. والله احلى من السينما بمليون مره. احلى من السينما يا جماعه. شوفوا حتى شغلنا الاضاءه، شغلنا النار هنا عشان نحس كذا باجواء الكوزي، وهذه اللمبه شغلتها شايفين كيف تعطي نجوم على الغرفه والصاله كلها. حسيت بفضاء حرفيا. وجهزنا سناكاتنا وجهزنا الموفي يا جماعه. هذا الموفي اللي راح نشوفه اسمه الكلب الاحمر. الكلب الاحمر الكبير. ايش رايك باسمي يا بيبي؟ الو يا جماعه هذا الرولبس راح اوريكم الخلطه اللي ادمنا عليها، وهذا ايس كريم. جيبوا اي ايس كريم انتم حابين. احنا عندنا هنا ايس كريم الفانيلا، اوكي، ونحطها جوه الرولبس كذا. وبعدين يتجمد، يتجمد مره بسرعه ويصير قاسي، عشان كذا على طول لفوه بهذا الشكل نسوي منه. حتى لو انتم تبوا الحمام لفوه. يلا جاهزين دقوا؟ طبعا دقنا يا جماعه، مو اول مره انا دقته، اول مره على سناب شات، بس الحين هدوق قدامكم هنا في اليوتيوب. اعرف طعمه مره لذيذ وصار كذا مقرمش. اسمع الصوت، سامعين؟ مره طعم فنان. ليه انا ما تحبني يا بنتي؟ من اول تبغى عينها عليها. خلاص كلي كلي خلاص، بالعافيه بالعافيه، خذي اثنين.
بسم الله خلونا نطلع الحلا يا جماعه. طبعا هو لسه ما جمد 100%، يعني اتوقع بكره حيطلع كمان احلى واحلى. الله لغويس لغويس. مين يبغى اول لقمه؟ اول قطعه الميمي لان هي اللي سوته. الله يلا سله. واو انا متاكده ان بكره طعمها يعني حيكون احلى. نعومه فيها حرفيا، بس احس لو قعدت لين بكره في التلاجة حتصير احلى. صح. شوفوا يا جماعه، اذا تحبوا كذا القرمشه في الحلا ممكن انكم ما تغمسوا البسكوت في الحليب، لانه اصلا حيتشرب الكريمه. ايوه حيتشرب الكريمه وحيكون اكثر قرمشه، بس احنا نحبه كذا طري فصار كذا ناعم يجنن. مره مره طعمه، لازم تجربوها يا جماعه تجنن. صارت ميمي 41 دقيقة. اوه والله روتين المسائي احس انه طول، بس مرة لو كملتي كم ساعة بصير روتين الصباح كمان. بس والله كيف انبسطتوا؟ والله مرة الله يعطيك العافية ضبطينا. وكملي معروفك لو سمحتي كملي. لا 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 لا, لا هذا اللي ناقصنا. بيبي خلي عادي عادي، خلي لك اياها بكرة تجي هنا وتلاقيه كله موجود. بروح اسافر. باي. المهم يا جماعة بكده نكون وصلنا لروتين المسائي، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا معايا. اذا كنتوا تشوفوا هذا الفلوج وما كنتوا مشتركين لا تشتركوا في القناة، وشكرا لكم وصلتوا للمليون. احبكم كثير. صح نسيت اقول لكم مرة شكرا، الله يسعدكم مرة احبكم. وعلى فكرة لما وصلت اوكي وعلى فكرة لما وصلت المليون ترى صورت لكم ردة فعلي على سناب شات ولحظة وصولي للمليون وكيف سوينا كذا احتفال بسيط، فاذا ما كنتوا تتابعوني في سناب ترى تفوتوا هناك اشياء مرة كثير. المهم يا جماعة وحان وقت النوم، رايحين ننام، ان شاء الله اشوفكم على خير في فلوق تاني. باي.